السيد زياد دغش رئيس مجلس المغار المحلي. أولا مبروك افتتاح محطة الإطفاء في قريب من المغار اليوم. الله يبارك فيك، شكرا لك. سؤالي، هل افتتاح وتدشين هذه المحطة جاء نتيجة مطالبة المجلس المحلي بهذه المحطة؟ كان مطالبة من كذا سنين، ما يقارب 7-8 سنين، كان مطالبة وتابع المجلس المحلي في مطالبة بافتتاح محطة قريبة، لأنه ما كانت تنطي الخدمة اللازمة وفي التيسر في الوقت للمغار. كانت أولا في سبخ، بعدين نقلوها على طبرية، بعدين لسه نقلوها على المغار. في عندي ملاحظة بالنسبة للوضع وبالنسبة للمكان، مكان المحطة اللي هو خارج منطقة النفوذ تبع المغار، وهذا كنا نطالب فيه تكون في المغار، والموارد الأرنونة تكون للمجلس المغار مش لنفوذ سلطة ثانية. ولكن هل هذه المحطة ستخدم المغار بشكل جدي وبشكل جيد؟ المحطة بتعطي طبيعي، لأنها قريبة على القرية، قريبة على أي مشكلة بتصير في ما يقارب 4-5 دقائق بتكون في المغار. شكرا جزيلا أبو طارق ومبروك. الله يبارك فيك. السيد كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء في الوسط العربي، أولا مبروك استلامك وظيفة الناطق بلسان سلطة الإطفاء. شكرا أخي جمال. بنحب نسألك، اليوم يتم تدشين محطة للإطفاء بالقرب من المغار، من أين أتت هذه المبادرة؟ يعني لا شك أخي كمال بأن هذه المبادرة تأتي ضمن مخطط جديد وضعته الوزارة الأمن الداخلي طبعا بالتنسيق مع سلطة الإطفاء والإنقاذ، بهدف زيادة عدد محطات الإطفاء والإنقاذ الموجودة في الوسط العربي نظرا للأحداث السابقة التي وقعت. الآن ما يحدث هو أن هذه المحطات سوف تخدم العديد من القرى، خاصة هذه المحطة حاليا، المحطة القريبة من بلدة المغار، عرابي، دير حنة، علبون. وبالتالي يهدف كل هذا الشيء هو تقصير الفترة الزمنية من أجل وصول سيارات الإطفاء في حالة حدوث أي حريق أو أي شيء طارئ، نأمل بأن لا يكون، وبالتالي قد تكون السيطرة على هذه الأحداث بسرعة أكبر مما كان عليه في السابق. حاليا في هنا بالقرب من بلدة المغار كانت هنالك مبادرة، كان هنالك حديث من قبل المجلس، وأيضا كان اتصالات من قبل وزارة الأمن، وبالتالي تم افتتاح هذه المحطة. المحطة لا شك بأنها ستخدم المواطنين، نأمل أن لا تكون هنالك أحداث، ولكن في حالة حدوث أي طارئ أو أي حريق قد تكون المسافة قصيرة للوصول من قبل سيارات الإطفاء. هل أفهم أن مجلس المغار المحلي طالب بكثافة بالنسبة لافتتاح هذه المحطة؟ أخي كمال، يعني لا شك بأن الأخ زياد دغش على اطلاع بهذا الموضوع، وهو سيكون أو حضر أو سيحضر هنا، وبالتالي فهنالك أيضا يعني دعم من قبل المجلس المحلي، حتى لو كان معنوي أو لو كان فكري أيضا، فقط من أجل خدمة المواطنين في بلدة المغار. وما هو حجم هذه المحطة؟ كم سيارة إطفاء ستكون يعني هون فيها؟ في البداية نحن نتحدث عن بداية، وبالتالي سيكون هنالك أيضا يعني المحطة ستزداد في المستقبل، والمهم أن تقصير المسافة سيكون هو السبب الرئيسي لفتح افتتاح هذه المحطة، ومن أجل الوصول بسرعة أقصى بعكس ما كان في السابق. هنالك مخطط كبير من قبل الوزارة لافتتاح محطات جديدة في الوسط العربي، نأمل من ميزانية 2015-2016 أن يتم افتتاح هذه المحطات، الهدف هو الحفاظ على سلامة المواطنين. وهل عدد رجال الإطفاء كبير هنا في هذه المحطة؟ هنا نتحدث عن بداية أخي كمال، أنا يعني كل أمل والهدف هو زيادة عدد رجال الإطفاء وأيضا السيارات. أنا أعتقد بأن هذه المحطة ستكون مستقبلا كبيرة جدا. ما هو الوقت المطلوب لوصول سيارات الإطفاء إلى المغار في حالة حدوث حادث لا سمح الله؟ لا نقيس زمنيا، الهدف هو أو الوقت المطلوب هو أقصى سرعة ممكنة من أجل السيطرة على أي حادث قد يكون، إذا كان حريق أو حادث آخر يمكن أن تساعد فيه سلطة الإطفاء. السيد كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء، شكرا جزيلا. شكرا لك. يعطيك العافية.